أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطية جديدة من النيل مباشر، ونستعرض معكم في هذه الحلقة. بقرار من رئيس الوزراء، رغيف الخبز المميز والفينو بخمسين قرشا وخمسة وسبعين وجنيه واحد وفقا لوزنه. في عيد الأم تحية فخر من السيدة انتصار السيسي للأم المصرية تقديرا لدورها في مواجهة التحديات. في العملية العسكرية الروسية، أربعة قتلى على الأقل في كييف، وأوكرانيا ترفض مهلة تسليم ماريوبول. وإلى التفاصيل، حدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سعر الخبز المميز والفينو ليتراوح بين 50 قرشا وجنيه واحد وفقا لوزنه. كما قرر مدبولي التزام جميع المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات في أماكن ظاهرة للمشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر. وكما تضمن قرار رئيس الوزراء معاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. خلال الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين. وفي هذا السياق وجه مدبولي بتوفير الموارد المالية حتى يحصل المزارع على مستحقاته، نظير توريد القمح في غضون 48 ساعة فقط. تناول الاجتماع توفير أكثر من 15,000 شادر في المحافظات بالفعل لبيع السلع، وتوزيع أكثر من 4 ملايين عبوة سلع أساسية، إضافة إلى 600,000 وجبة ساخنة على المستحقين وفق معايير وزارة التضامن الاجتماعي. كما تناول الاجتماع التعاون الكامل مع القطاع الخاص والغرف التجارية لضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة، والحملات المستمرة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للاحتكار. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي والمحلل الأستاذ جمال ريان. أستاذ كمال مساء الخير. كيف ترى إذن قرارات الحكومة اليوم بتحديد سعر الخبز المميز والفينو على هذا النحو المبين؟ الحقيقة اليوم الحكومة أعلنت عن حزمة من القرارات المهمة التي تهدف لدعم المواطنين على مواجهة التأثيرات العالمية الناتجة عن التغيرات التي تمر بها الأسواق العالمية. طبعا قرار تحديد أسعار الخبز اللي هيطبق لمدة 3 أشهر هي قرار مهم جدا، بيضع حد لمحاولات أي من البائعين أو التجار في السوق أن يستغلوا الأزمات العالمية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. الحقيقة طبعا القرار حدد بشكل واضح الأسعار، وفي نفس الوقت حدد إجراءات لمواجهة أي محاولات، إجراءات رادعة الحقيقة، العقوبات اللي بتتجاوز أو توصل في حدها الأقصى إلى يعني نصف مليون جنيه، في وطبعا إلزام البائعين والتجار بوضع الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين. كل دي إجراءات طبعا رادعة تهدف لوضع حد لأي محاولات لاستغلال الأزمة العالمية. الحقيقة طبعا مجلس وزراء حدد سعر الدواء الحر او الفينو، ويعني فعل او اعلن تفعيل المادة الخاصة بقانون منع الاحتكار،
اللي بتتكلم عن غرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه لاي محاولات للتلاعب. مساله التحديد هنا استاذ كمال، يعني البعض يتساءل ربما لماذا جاءت، هل يعني خاصه انها جاءت بعد فتره من عدم تحديد او انفلات سعر رغيف الخبز السياحي تحديدا؟ الحقيقه طبعا التحديد بيهدف لوضع حد لمحاولات التلاعب في الاسعار، ويعني التحديد لم ياتي عبثا بل جاء بعد دراسه دقيقه للتكلفه وهامش الربح المناسب اللي بيكفل لاصحاب الاقران ان هم يحصلوا على هامش ربح مناسب لكن بدون مبالغه وبدون استغلال للمواطن. فالتحديد بيكون مهم في مثل هذه الظروف اللي بيمر بها العالم عشان طبعا يتم وضع حد لاي محاولات للتلاعب. طيب القرار نص على انه هذا التحديد بالاسعار الموضحه لمده 3 أشهر او حتى اشعار اخر، ايهما اقرب؟ كيف يمكن فهم هذه العباره؟ الحقيقه طبعا احنا بنتعامل في ظروف دوليه يعني فيها اضطراب دولي وما حدش عارف الظروف دي تنتهي امتى. طبعا هذه الظروف الدوليه مؤثره على كل المدخلات في العمليه الانتاجيه للخبز. اذا انتهت هذه الظروف وبدات الامور تستقر والمدخلات تستقر ممكن يعني نعود لاليات السوق الحر العادي اللي طبعا فيها ايضا ضوابط للتحكم او الرقابه على السوق. اذا لم تعود فاحنا بنتكلم عن 3 أشهر من الممكن لو استمرت الظروف الدوليه تجدد على ضوء طبعا التطورات والظروف الدوليه هتوصل لفين. فاحنا امام ازمه دوليه، امام ازمه عالميه، امام تغيرات في الاسواق العالميه لا احد يعرف متى تنتهي. عشان كده الحكومه تحدثت عن تطبيق لمده 3 أشهر او لحين اشعار اخر ايام اخر. طيب استاذ كمال، الجانب الرقابي هنا لم ينص عليه في القرار ولا هو معروف ضمنا؟ لا هو نص عليه في القرار. احنا عندنا القانون الخاص بحمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه فيه ماده اللي هي الماده اللي بتتكلم اسمها الماده 22 مقرر جيم. هذه الماده بتتكلم عن عقوبات او غرامه من 100,000 الى 5 ملايين جنيه على من يمارس الاحتكار. النهارده القرار في مادته الثانيه بينص على تفعيل هذه الماده وتطبيقها على من يمارس الاحتكار في عمليه سعر بيع الخبز اللي هو نتكلم عن الخبز الحر. نعم. طيب غير بعيد عن هذا القرار قرار اخر بمساله توفير السلع باسعار مخفضه ومساله انتشار الشوادر والمنافذ على مستوى الجمهوريه في وقت متزامن. العلاقه بين الاثنين استاذ كمال؟ نعم الحقيقه طبعا عشان كده يمكن اتكلمت في بدايه المداخله عن حزمه من الاجراءات النهارده الحكومه وكانها في غرفه عمل اليوم بتتكلم عن كل الجوانب المتعلقه بالمواطن وبتوفير السلع كلها للمواطن الى جانب طبعا سعر الخبز. كان في طبعا اجتماع الاجتماع الثاني للجنه مواجهه تاثير الازمه العالميه على السلع الاستراتيجيه وكان في الاعلان عن مجموعه ايضا حزمه من القرارات والتوجيهات. رئيس الوزراء اكد خلال اجتماع على توجيهات السيد الرئيس بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين. تم الاعلان عن توجيه للوزراء المعنيين بوضع تصور متكامل لتوفير احتياطي للسلع الاستراتيجيه حالات لزياده الاسعار او يعني استحداث الغلاء طبعا اعتمادا على الاضطرابات اللي تشهدها الاسواق العالميه. نعم شكرا جزيلا لك الاستاذ كمال ريان الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصاديه، شكرا لكم. بمناسبة عيد الأم قدمت السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية التهنئة لكل الأمهات مبرزة دور الأم المصرية باعتبارها نموذجا يحتذى به في مواجهة التحديات وباعتبارها شخصية محاربة من أجل أسرتها. كما وجهت السيدة انتصار السيسي تحية فخر وتقدير إلى كل أم باعتبارها الملهمة الأولى للأخلاق والمبادئ والمثل العليا ومنارة للحب والحنان. وبهذه المناسبة أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2022. وفاء بعطائهن وما قدموه عبر الزمان لتربية أبنائهن. وخلال مؤتمر صحفي كبير أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات مصر
لتفوز السيدة وحيدة ديدمون إبراهيم مصطفى من محافظة الشرقية بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى محافظات مصر. بنهني كل الأمهات التي فازت، وبنقول لهم يعني تحية شكر واحترام وتقدير لجهودكم جميعا. احنا عندنا الأمهات الثلاث الأوليين اللي تم اختيارهم من 27 ان هم يكونوا بياخدوا ترتيب، والترتيب ده بيبقى بأولوية قصص كفاحهم وتطابق المعايير الموضوعة مع حالتهم. الأم الأولانية هي من الشرقية، السيدة وحيدة الديدموني إبراهيم مصطفى، والسيدة الثانية من محافظة سوهاج السيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الأم الثالثة على مستوى الجمهورية من محافظة قنا السيدة إقبال فايز لبيب درياس. ووفق شروط ومعايير موضوعية يتم اختيار اثنتين من المتقدمات من كل محافظة وإرسالها إلى اللجنة العليا بوزارة التضامن لتحديد الفائزة بالأم المثالية على مستوى محافظات الجمهورية. قصة الكفاح هي المعيار الأساسي، تجاربها سواء واحدة ترملت أو طلقت أو لديها ظروف من الأشخاص ذوي الإعاقة أو هناك ظروف صحية أو تجارب، الدولة تكرمهم ويعتبر الاحتفاليه اللي بتتم سواء اللي تمت النهارده في المؤتمر الصحفي او الاحتفاليه الاكبر اللي بتتم من خلال تكريم فخامه الرئيس للامهات هي بمثابه تقدير لكل ام مصريه. بنقول لها انت تعبتي وكافحتي وبذلتي مجهود وتستحق التكريم، فهو رمز لكل ام كافحت وتعبت في مجتمعنا المصري الحبيب. هذا وقد اعلنت وزاره التضامن الاجتماعي في 20 من يناير الماضي عن فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقه الام المثاليه في جميع مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات مصر. الأم نهر من العطاء لا ينضب، فالأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. من هنا جاءت احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات مصر تكريما ووفاء لما قدموه وما زالوا يقدموه على مر الزمان، فتحية طيبة لهم في يوم عيدهن. من داخل وزارة التضامن الاجتماعي عبد الحميد صقر، النيل. وبهذه المناسبة تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة هناء محمد عبد العزيز بسيوني، الأم المثالية لمحافظة الغربية. السيدة هناء مرحبا بك وألف مبروك فوزك بالأم المثالية عن محافظة الغربية. الله يبارك في حضرتك ومبروك لنا كلنا ولكل أمهات مصر. سيدة هناء قولي لي يعني كيف وصلتي إلى يعني هذا التنصيب باعتبارك أم مثالية في محافظة الغربية، يعني ما الإجراءات التي اتخذت حتى تصل إلى هذا التكريم؟ والله الحمد لله، يعني أنا يعني بدير مشروع خيري من خلاله في صديقة لي فتحة جمعية، فاتصلت علي على بنتي الأول وقالت لها إن هي عاوزة أم مثالية، فبنتي خلصت الورق وكده، وبعدين قالوا لا في لازم صاحبه قصه الكفاح هي اللي تقدمها بنفسها. فرضوى بنتي دكتوره صيدلانيه في مستشفى في الذات العام، جت معايا هي ومدام صباح ورحنا قدمت في الشؤون في طنطا، وبفضل ربنا يعني والله يعني انا فوجئت طبعا بالخبر، وما كنتش حاجه ما كنتش اتوقعها الصراحه يعني الحمد لله. طب سيدة هناء انت قلتي انه هناك قصة كفاح، يعني لو تطلعين على هذه القصة بشكل مختصر وعلى السادة المشاهدين. والله الحمد لله، هو يعني كل كفاح اكيد ربنا بيكلله بالنجاح، وده كان فضل من ربنا الحمد لله. انا قصة كفاحي كانت مع زوجي الله يرحمه، يعني خدنا اكثر من 15 سنة في مرض وتعب، من بتر لعمليات جراحية لجلطات يعني خدنا مشوار كبير في علاجه، والحمد لله كنت يعني كان في يعني بتر في رجله والقدم الثاني كان متشال منه الصوابع. جت بنتي بعدها اتجوزت، بعد ما تزوجت بست شهور حصل لها مرض في معدتها وكده، وانتقلت يعني لربنا شهيدة ان شاء الله يعني، وحاجات كتير بقى يعني أزمات كتير طبعا أكيد مرت بينا كلنا وككل أمهات مصر بصراحة يعني.
شعورك النهارده وانت بتتكرمي سيده هناء بعد هذه الرحله يعني الجميله الحقيقه والمعطاءه؟ والله حقيقي انا بقول لحضرتك هو يعني انا بشكر كل اللي ساعده وساهمه ويعني في التكريم ده، لان هو يعني انا بعتبره تكريم من ربنا طبعا. وسياده الرئيس ده يعني طبعا شرف كبير لكلنا كمصريين ان احنا نقابله، يعني ده حلم كل مصريه صراحه يعني. فالحمد لله فضل من ربنا الحمد لله. ألف مبروك. كبيرة جدا يعني. ألف مبروك سيدة هناء، وبالتوفيق إن شاء الله، ونهر العطاء يستمر منك ومن مثيلاتك من الأمهات. كل سنة وأنتم طيبين. هناء محمد عبد العزيز بسيوني، الأم المثالية عن محافظة الغربية، شكرا لك. وتنضم إلينا السيدة حمدية عبد السلام أمين عبد السلام، الأم المثالية عن محافظة بني سويف. طيب حتى تنضم إلينا لاحقا، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رشاد عبد اللطيف، أستاذ التنظيم المجتمعي بجامعة حلوان. دكتور رشاد مرحبا بك. يعني هذا اليوم بهذه الفعاليات كيف يمثل للأمهات المصريات؟ دكتور رشاد، طيب فقدنا الاتصال إذن بالدكتور رشاد. على أي حال، وكما رأينا جاءت هذه اللفتة الطيبة من وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة للدولة المصرية لتكريم الأمهات المثاليات من أمثال السيدة هناء التي استمعنا إليها وإلى قصة كفاحها، ليكون هذا تكريما رمزيا لعطاء الأمة الذي طبعا لا يقدر، لا أي تكريم لا يقدره حق قدره. على أي حال متواصلون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من النيل، وبعد الفاصل متواصلون معكم في النيل مباشر. في آيات الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك، وفرحة خدي يا مايا وهو نايم على خدك، وقسما باللي جام حدي وجام حدك بحبك في الوجود جدك. يما يا نور عينيا الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا، روحي تزيد ارتياح، بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي، وان ضاقت بيا يما بلقى في حضنك براح. يا احلى كلمه طعمها حلو في لساني، حبك في قلبي مش هيبقى لحد تاني، وطريقي سهل حياتي حلوه وانتي فيها، ولقيتني لما قلبي بيختار حبيبي تسوى كل الحياة. انت كل اللي لينا، حضن مضلل علينا ومطمنا وحمينا ومحسسنا بدافع. I'm not afraid.
وما زلنا معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة من النيل المباشر بمناسبة عيد الأم وبمناسبة تكريم الدولة المصرية للأمهات المثاليات. عودة إلى الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ التنظيم المجتمعي في جامعة حلوان. دكتور رشاد مرحبا بك، كنت قد سألتك كيف يمثل هذا اليوم يوم 21 من مارس من كل عام للأمهات المصريات في ضوء هذا التكريم؟ أولا كل سنة وكل أم مصرية بخير وبسعادة وبهنا، وبصراحة الاحتفال السنوي للدولة بكل وزارتها ووزارات المعنية بهذا الموضوع هو إعلاء للأم وتعظيم لمكانتها التي هي بالطبع عظيمة وقوية وفاعلة، وأيضا تأكيد على أن المجتمع لا ينسى كل من بذل جهد في رعاية أبنائه وفي يعني إعلاء شأنهم وفي حمايتهم من الانحراف في وقت يعني تجتاح العالم كثير من مظاهر العنف وإلى آخره. فالأم دائما هي فعلا كما قال الشاعر مدرسة تحمي وترعى وتكبر ولا تنتظر جزاء ولا شكورا. فكون أن الدولة بتهتم بهذا اليوم فهو اعتراف حقيقي بفضل الأم على الأبناء وعلى المجتمع ككل. دكتور رشاد، تكريم الرئيس السيسي للأم المصرية وإعطائها كل حقوقها في عهده، كيف يمثل ذلك للمرأة المصرية؟ يمثل بصراحة طفرة عظيمة، وأنا كل ما حتى يمكن باعتباري موجود في الجامعة ومعظم اللي موجودين معايا يعني نساء فضليات، أنا بجد في عينيهم احترام وتقدير وإعجاز لما قام به فخامة الرئيس يعني من جهد ومن تكريم ومن إعزاز لمكانة المرأة، ويعني بيؤكد كل يوم فخامة الرئيس بأن مصر لا تنسى أبنائها ولا تنسى أهم جزء في هؤلاء الأبناء وهو الأم. دكتور رشاد، الدولة المصرية يعني في الفترة الأخيرة لوحظ أنها في تكريمها لهذه الفئة من المجتمع تركز ربما على أمهات الشهداء أو أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف ترى هذا التركيز؟ هل هو يعني مفيد للظاهرة، أضاف للظاهرة، أم انتقص منها باعتبار أنه فيه شيء من التمييز مثلا؟ لا أبدا، أنا بعتبر ده شيء مكمل. يعني خلينا نتكلم على أن في يعني جهود متوازية مع بعضها. أنا وأنا بعظم المرأة أم الشهيد سواء كانت من الشرطة أو الجيش، في نفس الوقت لا أنسى التكريم الحقيقي للمرأة التي كافحت وعانت ويعني بذلت جهد كبير في رعاية أبنائها في كافة قطاعات المجتمع. فجه هذا الدور المكمل أو الدور الذي يعترف بأن كل امرأة ضحت بابنها وتألمت وذاقت يعني ما يسمى بألم الفراق، فلا أقل من أن الدولة تكرمها لهذا الجهد وهذا العطاء الذي بذلته للمجتمع وأعطت للمجتمع بذلات أكبدها. فهذا يعني جهد مكمل جهد احتفال بالأم المثالية، وأنا بعتبر في قناة نفسي أن فخامة الرئيس إنما يكرم الأم أم الشهيد، فهذا في حد ذاته تكريم عظيم وإعلاء لشأن يوم عيد الأم. طيب دكتور رشاد، كيف تقيم المعايير التي يستند إليها عادة في منح هذه الأم بالذات مثلا وسام الأم المثالية دون أمهات أخريات؟ يعني والله أول استفدتك حاجة، أنا كنت أحد المشاركين في لجان اختيار الأم المثالية في وزارة التضامن الاجتماعي، وكنا بنحط كل يعني هو الإعلام بيعلن على كل الإدارات وكل المحافظات وكل القرى وكل النجوع، وكله بيجيب من عنده الأمهات المثاليات التي يستحقن إن هم يكرموا. وبالتالي إحنا بيبقى قدام معايير كتيرة جدا جدا، فبنحط مجموعة من المعايير اللي على أساسها نستطيع أن نصل، صحيح مش بنسبة 100% ولكن بنصل على الأقل إلى تحديد العنصر الفاعل والمؤثر من الأمهات. وأنا قلت لك يعني كنا إحنا بنتناقش كلجنة وبنوصل لمجموعة من الآراء، لما بنختلف واحدة بناخد الرأي الجماعي كمجموعة، لكن كل المعايير الموضوع هي بتراعي إن المرأة تكون يعني لها يعني عانت في حياتها من أجل أبنائها، وإن أضيفت بعض المعايير زي إنها على الأقل
يعني تكون الأم يعني ما عندهاش أولاد كتير جدا جدا يعني كما هو الحال، ويكون وصلوا إلى وظائف جيدة في المجتمع. فكل دي معايير بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نطبقها ونراعي الظروف المتغيرة في المجتمع أيا كانت هذه الظروف، ولكن الظروف التي تعلي من شأن المرأة وتعلي من شأن دورها في المجتمع. يعني هي معايير موضوعيه موضوعيه يتصل معظمها بمساله الكفاح والتعب والعطاء للمجتمع لاسرتها ومن ثم للمجتمع ككل، وحمايتها للمجتمع كنا ان هي بتبقى يعني بتطلع اولادها المهندس والطبيب والعالم والى اخره. انا بعتبر ده اسهام في حمايه المجتمع من عناصر كثيره جدا سواء كانت متصله بالجريمه او بالارهاب او بغيره. لكن هل هذا التكريم يكفي يا دكتور رشاد؟ يعني البعض ربما يقول انه اي تكريم للام لا يوفيها حقها. لو عاوز رايي بصراحه، الام لا يكفيها اي تكريم مهما عملناه، ولكن هي عباره عن رمز. هو احنا عايزين نعبر للام عن احترامنا ليها وتقديرنا ليها، وان كل ام لم تكرم في هذا العيد ممكن تكرم في العيد اللي بعده. احنا عاوزين نقول لكل ام انت في قلبنا وفي قلب كل مصري وفي قلب كل مسؤول من المسؤولين في الدولة، ولكن هذا التكريم هو تعبير بسيط لما بذلتيه، ولن يعادل ما بذلتيه من جهد ومن تعب طول حياتك. هو عبارة عن رمز بنقول لك شكرا لك يا أمي، شكرا لك يا كل أم انك انت تعبتي وبذلت جهد، واحنا بنقول لك كل سنة وانت طيب. شكرا لك دكتور رشاد عبد اللطيف، استاذ التنظيم المجتمعي جامعه حلوان. وحول هذا الموضوع ايضا ينضم الينا الاستاذ بسام الشماع، عضو الجمعيه المصريه التاريخيه. اهلا بك استاذ بسام. اهلا بك استاذ بسام. وانت تتابع من موقعك كباحث في التاريخ الاحتفال بيوم الام، وهو طبعا يوم عالمي في 21 من مارس. هل هو يوم حديث ام ان له اصولا في التاريخ؟ الحقيقه يوم 21 مارس كما نعلمه الان هو حديث، ولكن المصري القديم يعني جرت العادة في النصوص المصرية القديمة على أكبر نوع من أنواع التكريم للمرأة. يعني لدينا مش فقط مواصفات جميلة ورائعة للمرأة في المجتمع المصري القديم، لكن كمان لدينا الحكماء اللي كانوا بيقعدوا مع أولادهم ويدوهم الحكمة بتاعت الحياة. يعني لدينا الحكيم آني والحكيم فتح حتب والحكيم عنق ششنقي، دول كلهم كانوا حكماء وكتبوا النصائح بتاعتهم اللي كانوا بيدوها لاولادهم في كيفيه التعامل مع الحياه، ومنها النصائح في كيفيه التعامل مع الام. لدينا مثلا يحضرني هنا سريعا نص قصير تستطيعوا اجمعين ان تتيقنوا من كم الحب والاخلاص والاهميه للام في مصر القديمه منذ اكثر من 3000 سنه. النص، الاب قاعد مع ابنه بيديله نصح، فبيقول له ايه؟ بيقول له احمل امك كما حملتك، شيل مامتك زي ما مامتك شالتك، فضاعف لها الخبز زي ما هي اكلتك اكلها وزياده. هي التي وضعت ثديها في فمك 3 سنوات، الرضاعه الفطام كان في مصر القديمه 3 سنوات وبعدين بقى 2 سنين في الاسلام. فهي التي وضعت ثديها في فمك، هو بيعدد له مناخ الام بيذكره قد ايه اهميه الام. وبعدين راح قايل له وهي التي اصطحبتك الى المدرسه. فعرفنا ان عاده الام المصريه لاصطحاب اولادها الى المدرسه عاده قديمه. لانها ما زالت موجوده لغايه دلوقتي، المنظر الشهير صباحا الساعه 6 الصبح 6 ونص الصبح عز الساعه عز الحر، الام ماشيه وماشيه معاها اولادها واولاد جيرانها كمان. في لقطه معروفه يعني. ثم يقول له وهي التي، شوف بقى اللي جاي دي حضرتك، لم تتقصد من تنظيف فضلاتك. ولم تقل لنفسها لماذا افعل هذا؟ مفيش واحده في الدنيا، مش كائن في الدنيا هينظف فضلات حد اللي هو اسوء ما يخرج من الانسان بسعاده الا الام. ثم يقول له فإذا وجدت لنفسك زوجة، لو رحت اتجوزت فلا تهجرها، يعني لا تهجر أمك. برضو الإشكالية اللي ممكن نسمع عنها شوية هنا أو هناك، فكرة أن هو تزوج فبقى الأهمية كلها رايحة لزوجته وبيهجر الأهمية لوالدته.
فلا تهجرها، لأنك إذا فعلت لو أنت هجرت منطق حينئذ تنهمر الدموع، النص بيقول لنا منطق هتبكي، وحينئذ ترفع يداها شيكية للسماء. الأم ممكن ترفع يداها تشتكي ليه ابني سيبني، ليه ابني ما بيسألش عليا. ثم ينهي النص قائلا، هذا النص العظيم قائلا الحقيقة جملة في منتهى التأثير، إن هو بيقول يعني لما ترفع يديها شيكية للسماء حينئذ تستجيب السماء لشكواها. طيب استاذ بسام، ايه نماذج في مصر القديمه لتكريم الام، يعني تكريم الام سواء من القاده من الحكام من يعني ارتباط ينطوي على التكريم؟ اول ما حضرتك قلت تكريم الام على طول، يعني قبل ان تنتهي حضرتك من الجمله، على طول جاء في بالي الام الرؤوم والشخصيه الاهم في البلاط الملكي على مدار تاريخنا، وهي الملكة إيعاح حتب. إيعاح يعني قمر، حتب كلمة مصرية قديمة معنى سلام أو رضا أو سعادة، يبقى إذن رضا القمر ده اسمها يعني. وهذه السيدة كانت زوجة الشهيد، لأن ستن رع طاعاه الثاني ملك مصر قتل في حروب الحكاو خاصوت الهكسوس. فأطلق عليه في الكتب الأجنبية، مرة بفر كتاب أجنبي لقيته قايل على ستن رع The Martyr أي الشهيد. ففقدت زوجها فقادت وأفرزت للمجتمع ابنها كاموس ليقود البلاد. مات كاموس فأفرزت للمجتمع وقدمت يحمس اللي احنا نسميه أحمد اللي هو أنهى الهكسوس وهزمه. هذه السيدة قائدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لدرجة أن ابنها كرمها فوجدنا في المقبرة أعلى نيشان من الذهب، أعلى نوط أعطاها ابنها لها، وده كان نوط عسكري. فأطلق على الملكة يا حتب أول جنرالة عسكرية في التاريخ، في الوقت اللي كانت السيدات عايشة في الكهوف في العالم. أنت كنت بتكرم أمك بأن أنت بتعمل لها نوط من الذهب الخالص، وتم دراسة هذا النوط. وأخيرا أحلى تكريم بالنسبة للغير ملكيين بقى، تكريم ابن لأمه بسيشت في سقارة، عندما أضاف أثر لها باسمها، فعرفنا من الاسم واللقب اللي سابه ابنها للأم إنها اسمها بسيشت. وكانت مفاجأة المفاجآت إن احنا نعلم أن بسيشت من 4300 سنة كانت طبيبة معالجة، لتصبح هذه الأم هي أشهر وأول طبيبة في تاريخ العالم. شكرا جزيلا لك أستاذ بسام الشماع، عضو الجمعية المصرية التاريخية. في أحدث فعاليات العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، قتل 8 أشخاص على الأقل في قصف للعاصمة كييف، تسبب في اشتعال النيران بمركز تجاري متعدد الطوابق وساحة لانتظار السيارات، كما أصاب القصف الروسي منازل عديدة في منطقة مكتظة بالسكان. هذا وتواصل القوات الروسية حصارها للعاصمة الأوكرانية في الأسبوع الرابع من العمليات العسكرية. رفضت أوكرانيا المهلة التي حددتها روسيا لتسليم مدينة ماريوبول وإلقاء المقاتلين فيها السلاح، وكانت موسكو قد أمهلت القوات الأوكرانية حتى صباح اليوم لتسليم المدينة، وتعهدت بفتح ممرات آمنة لكل من يلقي السلاح. لا تزال مدينة ماريوبول الأوكرانية تئن تحت الحصار بعد رفض كييف عرضا من روسيا بتوفير ممر آمن للمقاتلين في مدينة ماريوبول للخروج من المدينة المحاصرة إذا استسلموا. وبموجب المقترح الروسي كان سيسمح للمدنيين بالمغادرة إذا ألقى المدافعون عن المدينة السلاح. نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أكدت أن تسليم المدينة الساحلية الاستراتيجية أمر غير وارد، واصفة المطلب الروسي بأنه تلاعب متعمد واحتجاز رهائن حقيقي. ويعتقد أن حوالي 300,000 شخص محاصرون في المدينة مع نفاد الإمدادات ومنع دخول المساعدات. وبعد ساعات من الرفض الأوكراني، شنت القوات الروسية قصفا على العاصمة كييف أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص
ودمار شديد في منطقة وسط المدينة، كما أصيب مركز تجاري في شمال غرب كييف بضربة بالغة الشدة حطمت سيارات في موقع الانتظار وخلفت فجوة عرضها بضعة أمتار. وفي شمال أوكرانيا تمكنت خدمات الطوارئ من احتواء تسرب لغاز الأمونيا من مصنع كيماوي، والذي أدى إلى تلويث منطقة واسعة في مدينة سومي. ولم يوضح الحاكم المحلي في سومي سبب وقوع هذا التسرب، والذي امتد إلى مسافة تبلغ حوالي 2.5 كيلومتر حول المصنع الذي ينتج أسمدة، والذي يقع في الضواحي الشرقية من المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 263 ألف نسمة، والذي كان يتعرض للقصف المستمر من جانب القوات الروسية خلال الأسابيع الماضية. وفي وقت سابق طلبت السلطات من السكان اللجوء إلى الأقبية أو إلى مباني منخفضة الارتفاع لتفادي تعرضهم للتسرب. كان وزير الدفاع الروسي قد أعلن أن قوميين قاموا بتفخيخ منشآت تخزين الأمونيا والكلور في المصنع بهدف تسميم سكان منطقة سومي بشكل جماعي في حالة دخول وحدات من القوات المسلحة الروسية إلى المدينة. ختام هذه الحلقة من النيل المباشر، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.